الثعبان والثرثارة، حكاية من التراث الشرقي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي قرية من القرى عاش راعي أغنام مع زوجته، كان اسمه أحمد. كانت زوجته تعمل بجد وتقوم بعمل كل شيء، كانت طباخة ماهرة، لم يكن بها غير عيب واحد. لذلك قالت ليلى: لقد سرقت بعض الرمان من حوشنا، أليس كذلك؟ وهل تعرف ماذا قالت؟ قالت: الرمان؟ أنا لم أذق الرمان منذ زمن. فعدت أقول لها: يا لوقاحتك، لقد رأيت بعيني قشر الرمان في ركن من أركان غرفتك، لا تتظاهري بالبراءة، لن تفلتي مني. وبرغم ذلك أصرت ليلى على قولها بأنها لم تأكل الرمان، واشتد غضبي فضربتها ضربة قوية. نعم، لم أسكت على هذا الكلام أبدا، فأخذت تجري بسرعة عبر الجبل. ليتك رأيتها، لقد كانت تبدو كالكرة. نعم، إنها تبدو كالكرة فعلا عندما تجري. كان الخروف تغطي جسمه نقاط كبيرة بيضاء وسوداء، وكان نائما أيضا، ثم استيقظ. لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك، أريد حلا. كم كانت ثرثارة! هكذا كان الحال دوما ولمدة 10 سنوات، إلى أن جاء يوم فقد أحمد صبره فدعا زوجته للذهاب معه إلى الجبل. أوه، لقد وصلنا أخيرا، لقد قطعنا مسافة طويلة. لقد سمعت بأن هذا الوادي عميق جدا، انظري إليه. أوه، كم كنت أتمنى أن أرى هذا المكان، هناك أناس كثيرون حضروا لرؤيته ولكني لم أره. نعم، لقد كنت أتمنى أن أرى أنه مكان رائع جدا. أوه، مكان جميل. سامحيني يا زوجتي، لا بد من حيث يبدو أنك لن تتوقفي عن الكلام. أتمنى أن تكوني بخير. وداعا يا زوجتي. ولكن ما الأمر يا عزيزي؟ حسنا، والآن أبدأ بمساومتها في الحال. إذا وعدت بأن تكفي عن الثرثرة سوف أخرجك في الحال، ما رأيك؟ ها، ثرثرة؟ أنا ثرثرة يا للعجب، ولكن كيف تقول ذلك يا عزيزي؟ حسنا، إذا كان هذا رأيها لن أخرجها حتى تكف عن الثرثرة. ومر يومان فثلاث ولم يستسلم أحمد ولا زوجته، حتى جاء اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم السادس، يا زوجتي العزيزة، ألا زلت غير راغبة في إعطاء وعدك؟ أعدك. أوه، لقد نجحت خطتي. حسنا، انتظري، سوف أخرجك. أنزل الزوج حبلا طويلا إلى قاع الوادي وراح يرفع زوجته. الثعبان! أرجوك أخرجني، سوف أكافئك. ولكن لماذا؟ أرجوك أن تنقذني من تلك السيدة، إن رأسي يدور وجسمي كله يؤلمني، أرجوك. وكانت قصة الثعبان كما يلي: أنا مولع بالنوم وأحب الالتفاف حول رقاب النساء، وأثناء نومي بالقاع كالمعتاد سمعت صوت امرأة ففرحت كثيرا وبدأت ألتف حول رقبتها، وأنا سعيد جدا بذلك. نعم، كنت سعيدا. إن لجلدك لونا جميلا حقا، إنه أفضل بكثير من ذلك الذي كانت تفخر به صديقتي، إنه أفضل وأغلى جلود ثمنا في العالم، لكن المقارنة بينه وبين لوني ولمعان جلدك تكون كالمقارنة بين الذهب والرمل. أيها الثعبان، أنت محظوظ حقا إذ ولدت بهذا الجلد الجميل، كما أتمنى أن أصنع ثوبا من هذا الجلد ولو لمرة واحدة. لماذا تختبئ؟ تعال بحق السماء، لماذا هربت؟ أقول لك بأني أريد جلدك، ولكني كنت فقط أتمنى أحدثك عن أحلامي. هات
هكذا كان حالي. أنا منزعج من أجلك، ولكن ما الذي تفعله زوجتي الآن؟ شعرت بالتعب من كثرة ثرثرتها فنامت. لقد أنقذت حياتي، وعندما تستيقظ هي ثانية سوف تبدأ بالكلام. لا يوجد حل. لا تفقد الأمل، سوف تسكت عن الكلام، وتعبيرا مني عن شكرك سوف أدلك على وسيلة لكسب المال. كسب المال؟ توجه الثعبان بعد ذلك إلى القصر، وقام بلف جسمه حول عنق الأميرة، وانتشر الخبر بالبلدة كلها. من كان منكم قادرا على فك الثعبان من رقبة الأميرة فليتقدم، وسوف يقوم الملك بمكافأتي بكيس نقود ذهبية. كيس نقود؟ كانت تلك هي البداية. أتى الناس من شتى أنحاء البلاد متجهين نحو القصر. جاء أقوى الرجال في المدينة، وجاء رجل معروف بقدرته على صيد الثعابين، كما جاء المنجم أيضا، لكن الجميع فشلوا. يا إلهي، إن ابنتي ستموت، ألا يوجد أحد يخلصها؟ أيها الرجال هيا تحركوا. في أثناء ذلك كانت الأميرة تزداد ضعفا مع مرور كل دقيقة. عفوا، هل أخبرتني عن سر هذا الاضطراب؟ راح الجميع يشرحون لأحمد ما حدث. إنها مهمة سهلة للغاية، وإزالة الثعبان أمر سهل جدا. ماذا يقول؟ إنه ماذا؟ سهل؟ إنه كاذب دون شك. أجل كاذب. يجب أن أردد بعض الكلمات. من العار أن تموت الأميرة، سوف أنقذها. أجل سأنقذها. ماذا؟ تموت؟ حياة الأميرة، حياتها. أدخل أحمد إلى القصر باعتباره منجما، وكانت الأميرة قد أوشكت على الموت. كم يسعدني مجيئك، فلتسرع وتخلصها من الثعبان. حسنا، سوف أردد بعض الكلمات فيصبح من السهل التخلص منه. ابتعد أيها الثعبان، لقد جئت وأنت تعرف من أنا. حسنا، ولكن هناك أمر واحد يجب أن تعرفه، إن هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي أفعل فيها شيئا كهذا، أفهمت؟ أعيدك أن لا أفعل ذلك، لن أزعجك أبدا. ابتعد أيها الثعبان عن جيد الأميرة، وإلا قتلتك، سأقطعك. لقد ذهب ممتاز، رائع، أحسن. فرح الملك كثيرا وأقام حفلا لتكريم أحمد، دام 7 أيام و7 ليال. وفي اليوم السابع استعد أحمد للرحيل. سيدي، هناك رسول من الصين جاء يطلب عونا من حضرتكم، وهو ينتظر بباب القصر. صديقي ملك الصين، ما الذي حدث له؟ لقد قام ثعبان بلف جسمه حول رقبة الأميرة. ماذا؟ ثعبان؟ أمر فظيع. أحمد، هيا اذهب وخلص الأميرة من الثعبان، هيا بسرعة. لا أستطيع. إني أمرك. حاضر. وجد أحمد نفسه في مأزق. كانت الأمور تسير على ما يرام في بادئ الأمر بفضل وعد الثعبان، لكن الوعد كان لمرة واحدة فقط، وإذا قام أحمد بإزعاج الثعبان مرة أخرى سوف يقتل. وأخيرا اضطر أحمد للذهاب إلى الصين للتخلص من الثعبان. أنا واثق من أن الثعبان سوف يغضب. في تلك اللحظة طرأت لأحمد فكرة رائعة. وجدتها. لماذا أتيت؟ إن أزعجتني سوف أقتلك. إن شيئا فظيعا قد حدث، ورأيت أنه من الخير أن أخبرك به، لهذا أتيت. ماذا؟ لقد تركت زوجتي في الوادي، وسمعت بأنها قد حضرت إلى الصين يا صديقي. نعم، كنت أقف قريبا من بوابة هذا القصر وتسللت إلى هذه الغرفة. أيها الثعبان، كم كنت أتمنى أن أصنع ثوبا من هذا الجلد ولو لي مرة واحدة. اسمع، إنها قادمة نحونا. أنقذني. نجحت خطة أحمد، ومنحه ملك الصين مكافأة كبيرة، فقام بإعادة بناء منزله، وذهب مسرعا إلى زوجته وأخرجها من الوادي.
أوه يا عزيزي، قمت بإخبار صديقك عن ذلك الثعبان، وهل تعلم ما الذي قاله صديقك؟ قال صديقك بأن كان بإمكانه أن يسلخ جلده. أنا منزعجة من أجل هذا الثعبان، كب كان رقيقا، وعندما قمت بمدح جلده كان سعيدا للغاية وقام بلف نفسه حول رقبته. لم يعد أحمد ينزعج لثرثرة زوجته، لماذا؟ فكروا بالأمر. نعم، لقد اعتاد عليها ولم يعد قادرا على الاستغناء عنها.